أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على ضرورة إيجاد حل سياسي حقيقي للقضية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 67، مؤكدا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن. جاء ذلك خلال لقاء الصفدي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، حيث سلم الصفدي رسالة من جلالة الملك للرئيس الفلسطيني. الصفدي أكد على ضرورة إيجاد دعم اقتصادي للدولة الفلسطينية لتمكينها من تقديم خدماتها للشعب الفلسطيني والحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الحفاظ عليها يتطلب عدم القيام بإجراءات أحادية. وأكد الصفدي على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. أنا هنا بتكليف من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله لنقل رسالة إلى فخامة الرئيس محمود عباس ترتبط أساسا بجهودنا المستمرة لتنسيق تحركاتنا من أجل إسناد الشعب الفلسطيني الشقيق وضمان إيجاد الأفق السياسي الحقيقي الذي يأخذنا باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 سبيلا وحيدا لتحقيق السلام. اليوم كان الحديث على ثلاث قضايا ربما عناوين رئيسة. العنوان الأول هو الاستمرار تنسيق الجهود لضمان إيجاد الدعم الاقتصادي اللازم حتى تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية من تقديم ما تستطيع للشعب الفلسطيني الشقيق. ثمة ضغوط اقتصادية كبيرة لابد من إزالة هذه الضغوط وتمكين السلطة من القيام بدورها وأيضا فتح الآفاق الاقتصادية أمام الشعب الفلسطيني الشقيق. الموضوع الثاني مرتبط بالحفاظ على التهدئة وهذا هدف لنا جميعا وكيف نحافظ على هذه التهدئة عبر انخراط أيضا مع جميع الأطراف الفاعلة انطلاقا من أن الحفاظ على التهدئة يتطلب عدم القيام بأي إجراءات لا شرعية تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف الذي تعلمون انطلاقا من الوصايا الهاشمية التاريخية عليه أيضا يشكل أولوية لجلالة الملك ولنا في المملكة. والمحور الثالث هو إيجاد الأفق السياسي الحقيقي مرة أخرى انطلاقا من استحالة استمرار الوضع الراهن وبالتالي كيف نعمل معا من أجل تحقيق الزخم الإقليمي والدولي للعودة إلى جهد حقيقي يتيح التقدم باتجاه حل الدولتين. هذا وأشار الصفدي إلى ضرورة حشد الدعم لمنظمة الأونروا لتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بشكل مستمر. تحدثنا حول قضية الأونروا وتعلمون نظمت المملكة بالتعاون مع مملكة السويد أخيرا مؤتمرا دوليا لحشد الدعم للأونروا وكان معالي الوزير موجود وله دور أساسي في كل ما قمنا به من جهد بهدف أيضا التأكيد على أنه يجب الاستمرار بتقديم الدعم اللازم حتى تستطيع الوكالة أن تؤدي خدماتها إلى اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي وهذا أيضا موضوع يشكل أولوية مشتركة لنا جميعا إذ أن الوكالة ما زالت تعاني من عدم توفر الأموال اللازمة للقيام بدورها. مضامين الرسالة الملكية والتعاون المشترك لإيجاد أفق لتحقيق السلام محور نناقشه مع ضيفنا من عمان سلطان الحطاب الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك سيد سلطان. هذا التنسيق الأردني الفلسطيني لإحلال السلام ليس بجديد ولكن الآن يأتي برؤية مختلفة من قبل جلالة الملك، فما أهمية هذا التنسيق الفعال اليوم في ظل ما تواجهه السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ هذا التنسيق اليوم في أعلى مستوياته ومراحله وهذه الرسالة الملكية التي نقلها السيد وزير الخارجية للرئيس محمود عباس إنما تمثل قمة هذا التنسيق وهذه الرسالة تحوي على جملة من النقاط الهامة إن على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو العام وبالتالي يرى الأردن ضرورة توظيف كل الجهد الأردني حصاد الفعل الأردني أو حصاد الدبلوماسية والجهد السياسي الأردني الذي قام به جلالة الملك
وقامت به الحكومة، كل ذلك يجري الآن توظيفه وتفعيله، بمعنى أن اللقاءات الملكية مع دول العالم سواء من خلال الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو دول العربية، كل هذا، كل الذي يبحث في القضية الفلسطينية لابد من إعادة إنتاجه وتوظيفه في إطار مشترك أردني فلسطيني. وبالتالي يعني هناك دعوات لتنسيق عمل فلسطيني، دعوة لتنسيق عمل فلسطيني أردني مشترك يطل على العالم وعلى العالم العربي وعلى الإقليم بوجهة نظر تكاد تكون واحدة، ملخصها أو عنوانها حل الدولتين والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة. إذن هذا الجهد ينقله جلالة الملك الآن في هذه المرحلة بزياراته المختلفة ومحادثاته المختلفة، ينقله من الفعل السياسي والدبلوماسي إلى الخطط العملية، وبالتالي يطلع الرئيس محمود عباس على هذه الخطط، والرئيس بدوره يرى الرئيس محمود عباس أن التنسيق مع الأردن متكامل وأنه يبلغ أوجهه وأنه يبلغ أو يضع الحكومة، يضع جلالة الملك والحكومة الأردنية في صورة التفاصيل مهما كانت التفاصيل صغيرة وكبيرة، سواء في من خلال تفاعل السلطة الوطنية الفلسطينية مع الدول العالمية أو حتى من خلال ردود الفعل الإسرائيلية على المواقف التي تقوم بها دولة الاحتلال، لأن دولة الاحتلال بدأت تضيق في الأشهر والأسابيع الأخيرة كثيرا من ممارساتها على الشعب الفلسطيني، وبدأت أيضا ما زالت تحجز أموال الشعب الفلسطيني، وبالتالي كان من مضمون هذه الرسالة أن الأردن يسعى من أجل دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، نعم، لتكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، وهذا يتطلب جهد أردني عربي ودولي، بمعنى أن الأردن ينسق مع الأطراف القادرة على أن تدعم الحالة الفلسطينية، بالإضافة كما ذكر تقريركم وكالة الغوث التي انتشل الأردن أوضاعها حينما قامت إدارة ترامب السابقة الأمريكية السابقة بجملة من الخطوات المؤذية للقضية الفلسطينية، ما فيها وقف ضخ أي مساعدات لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وجملة إجراءات أخرى. الأردن بادر في حينها وفي نفس الوقت لانتشال هذه الحالة، حالة وكالة الغوث، من الإلغاء، بمعنى من إلغاء الدعم لها، واستطاع أن ينجح ووصل في نجاحه إلى تنسيق مع الدولة السويدية، ووضعت خطة متكاملة وبدأت أطراف دولية تعيد الحياة بضخ مساعدات وأموال لوكالة الغوث، لأنه لا يجوز تجفيف المساعدات لوكالة الغوث قبل الوصول إلى حل كامل وشامل ونهائي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في مجموعة كبيرة من المخيمات في أكثر من دولة عربية وفي أكثر من مكان من العالم. إذن الأردن حريص تماما ويعتبر أن القضية الفلسطينية ما زالت حية وما زالت في أوجها وما زالت تبحث عن حل، وأن العالم لا يجوز أن ينفض عن هذه القضية، وأن حل الدولتين ما زال قائما، وقد نجح الأردن في ترخيص، في تكريس حل الدولتين تماما، وخاصة في الزيارة المشهورة والمعروفة التي قام بها جلالة الملك للولايات المتحدة والتقى فيها مع الرئيس بايدن. أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي يشجع تماما السعي الأردني من أجل الانتصار لقضايا عديدة لها علاقة بالقضية الفلسطينية، نعم، واستمرار هذه القضية إلى أن تجد لها حلا عبر تفاوض حقيقي وليس شكلا، وجعل دولة الاحتلال تخرج من إطار أفعالها الاحتلالية إلى قبولها بتسوية حقيقية. نعم سيد سلطان، ضمن هذه الملفات التي ركزت عنها خاصة فيما يتعلق بهذا الحوار والتنسيق، هنا نتحدث عن الدبلوماسية الناجعة والفعالة في مواقف الأردن وحشد المجتمع الدولي وعودة القضية الفلسطينية إلى قضية أولوية، خاصة بعد اختفائها عن الساحة بسبب جائحة كورونا وبعض الملفات المفضلة دوليا. الآن ضمن هذه المحاور هناك حديث عن الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، فكيف تتم ترجمة ذلك بالتعاون مع السلطة وأيضا الدول المساهمة إلى جانب دعم الأونروا؟ أنا أعتقد أن الأردن لم ييأس حين انفضت كثير من دول العالم، ما فيها دول عربية عديدة ذهبت باتجاهات مختلفة، أمسك الأردن
بموقفه المبدئي بحل الدولتين والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وواجه كثير من الضغوط ولكنه أصر وبقي صامدا وصابرا ومثابرا، واستطاع أن ينجح في كسر كثير من الحلقات عبر الإقليم وعبر المجتمع الدولي إلى أن وفر اصطفافا جديدا لصالح حل الدولتين، وسعى لذلك ونسق مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومع شخص الرئيس محمود عباس الذي كان يتطابق في وجهة نظره حول هذه المسألة مع وجهة نظر جلالة الملك عبد الله الثاني. وبالتالي يعني المسألة لا تتوقف بالنسبة للأردن في حدود العمل الدبلوماسي والسياسي النظري والعادي، بل إن الأردن حريص على جعل كل خطوة سياسية ودبلوماسية تأخذ طريقها لأن تثمر وأن تعطي النتائج، سواء في إعادة تأهيل السلطة الوطنية الفلسطينية في علاقات أفضل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع مجموعة دول العالم الفاعلة، أو حتى في المناخ العربي، أو لجهة تطوير العلاقات مع الأردن وخاصة في المجال الاقتصادي. فالأردن الآن شريك للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاستيراد والتصدير والتجارة البينية، وبعتقد أن الأيام القادمة والأشهر القادمة ستشهد المزيد من الانفتاح في العلاقة الاقتصادية بين الطرفين الفلسطيني والأردني. وبنفس الحرص يسعى الأردن أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة على استئناف نشاطها السياسي والدبلوماسي في إطار الإقليم برمته، وفي إطار التعاطي مع القيادة الفلسطينية كقيادة شرعية وحيدة للشعب الفلسطيني، يكرسها الأردن في الوقت الذي تسعى أطراف عديدة خارج إطار هذا الفهم، أو حتى أطراف الدولية تحاول أن تستجيب للضغوط الإسرائيلية. وبالتالي إمساك الأردن بموقفه المبدأ من حل الدولتين، وإمساكه باعتبار السلطة ممثل حقيقي وشرعي ووحيد للشعب الفلسطيني متمثلة في قيادة الرئيس محمود عباس على وجه التحديد، كل ذلك يعطي الشعب الفلسطيني الأمل على أنه يتكئ على جدار صلب هو الجدار الأردني، وعلى أن الأمل ما زال مفتوحا رغم كل ممارسات الاحتلال وحكومته اليمينية التي هي نفسها حكومة هشة تبحث عن من يعني يبقي هذه الحكومة في السلطة. نعم، ولكن الأردن يفهم أن هذه الضرورة لهذه الحكومة ليس بالضرورة يعني أن تفعل هذه الحكومة الإسرائيلية ما تشاء. صحيح أن الأطراف العربية والإقليمية والدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة يحرصون على استمرار حكومة بنت بعد أن تخلصوا من نتنياهو وأفعاله، ولكن هذه ليست ضمانة مؤكدة لدى الطرف العربي الذي يرى العزف والممارسات الإسرائيلية اليمينية والاحتلالية. لابد أن تدرك إسرائيل على أن الجهد الأردني المبذول هو مبذول في خدمة عملية السلام، وليس مبذول أن تتمكن هذه الحكومة الإسرائيلية من استمرار ممارساتها العدوانية. نعم، شكرا جزيلا لك السيد سلطان الحطاب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان. في طقوس دينية، أعلنت إسرائيل أن رئيسها إسحاق هرتسوغ سيشارك غدا الأحد في فعالية يهودية ستقام في المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. من جانبها انتقدت حركة حماس بشدة هذه الخطط، مشددة على أن مشاركة هرتسوغ في هذه المراسم ستمثل استفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لحرمة المسجد الإبراهيمي، محذرة من أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الاعتداء، داعيا فلسطينيين في الضفة الغربية والخليل خصوصا إلى التصدي لهذه الخطوة الاستفزازية ومواجهة الاعتداء على المسجد الإبراهيمي. الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون بقيادة الرئيس الإسرائيلي محور ونناقشه مع ضيفنا من الخليل الناشط الشبابي سفيان جمجوم. أهلا وسهلا بك سيد سفيان. إذن هذا التحرك من قبل جانب الاحتلال في أي سياق يأتي؟ هل هو بشكل معتاد أم أنه تصعيد جديد من قبل التحركات أو الحركات الاستفزازية بشكل عام؟ السلام عليكم، يعطيكم العافية. بداية هذا التصرف هو سلسلة ضمن سلسلة الاعتداءات على الكيان الفلسطيني، على مساجدنا وعلى أماكننا المقدسة وعلى تراثنا.
هنا الكلام عن هيرتسوغ. هيرتسوغ هو الشخص الذي كان يعتبر أشبه بحمامة سلام، نظر إليه الفلسطينيا كحمامة سلام، يشير ذلك إلى أن أمام الاستيطان، أمام قوة وتعاظم شبح الاستيطان في المناطق الفلسطينية، ليس هنالك تمييز بين أي إسرائيلي سواء من معسكر اليمين أو من معسكر اليسار. هنا نتكلم الآن عن هجمة استعمارية، هجمة استيطانية شرسة في الخليل بالذات. هنالك المئات من الوحدات السكنية التي سيزمع بناؤها في الأيام القادمة. هنالك في الخليل أرقام مذهلة ومخيفة كانت من خلال ندوة بالأمس في جامعة الخليل، طرحت أرقام تكاد تكون مخيفة، تبتلع المدينة لنصبح فيها أقلية، لتصبح مدينة الخليل مدينة أشباح فلسطينيا، ولا تصبح مركزا إسرائيليا صهيونيا تلموديا في وسط مدينة الخليل. نعم، هذا التحرك أيضا جاءه انتقاد شديد وكذلك تحميل المسؤولية من جانب حركة حماس، وأيضا وجهت رسالة للتصدي لهذا التحرك الاستفزازي بعدم تدنيس هذه المقدسات، فكيف يمكن مواجهة ذلك؟ الآن نتحدث عن آلية مختلفة ولكن هذه الانتهاكات مستمرة والشعب الفلسطيني مقيد. الشعب الفلسطيني مقيد، وهذه الأماكن وهذه التصرفات تتعاظم، وكل يوم نرى شيء جديد. الكلام عن مدينة الخليل، الكلام عن 156 مستوطنة وبؤرة استيطانية في المدينة. سنصل لمرحلة في الخليل لنكون كل دنم أو كل كيلومتر مربع يسيطر عليه الفلسطينيين هنالك دنم و2% إسرائيليا وصهيونيا يسيطرون على هذا المكان. للأسف الشديد نحن نفقد عناصر القوة ونفقد عناصر التأثير بدون العمق العربي والإسلامي، نفقد إمكانياتنا في الصمود، ونجد أن التغول الصهيوني يتعاظم ويتصاعد نحن بحاجة إلى وقوف العالم أجمع مع الشعب الفلسطيني، وقفة حقيقية ووقفة جادة. هذا هيرتسوغ الذي كان يعتبر أشبه بحمامة سلام الآن يتكلم باسم اليمين الإسرائيلي ويأتي إلى مدينة الخليل ليقدم أو ليقوم بشعائر تلمودية صارخة في وسط حرم الخليل، الحرم الإبراهيمي الشريف الذي كان حرما كاملا للفلسطينيين قبل أن يقوم الدكتور جولدنشتاين كما يذكر بجريمته الشنيعة الشرسة في حرم الخليل، وقتل خلالها أكثر من 29 فلسطينيا أثناء سجودهم وصلاتهم في الحرم الإبراهيمي الشريف، وبعد ذلك قاموا بتقسيم كردا على هذه العملية، قاموا بتقسيم الحرم الإبراهيمي ونزع الصلاحيات الكاملة للعرب والمسلمين من هذا المكان وإعطائها للمعتدي، لليهودي، للصهيوني، للمستوطن في هذا المكان. نعم. لنرى أنفسنا. نعم. بلا أي تواجد ديني أو حتى الأذان لا يرفع في الحرم الإبراهيمي الشريف لأيام معدودة. شكرا جزيلا لك الناشط الشبابي سفيان جمجوم، كنت معنا من الخليل.